الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. معكم محمود رديد من فرقة جدل. فرقة جدل فرقة روك عربي أردنية، تأسست في 2003، وهي رابع مرة لنا في المغرب. كثير سعيدين انه عم نزور مدن جديدة، وانه احنا اليوم في الجديدة ايضا، ومبسوطين جدا في هذا الاشي. دعونا المؤسسة الفرنسية فرنش انستيتيوت لمهرجان ليالي رمضان، ومجددا احنا كثير سعيدين بهاي الدعوه. احنا الجمهور المغربي دائما يعني له معزه خاصه، يعني بغنوا ورانا بلهجه مختلفه بالنسبه لهم، هذا شيء بيعني لنا الكثير. يعني الجمهور المغربي بنحبكم كثير، وان شاء الله بنشوفكم دائما. شكرا كثير لكم. سميتها كامبا سلام، كامبا سلام، كامبا بلالون جناوي، هي بحال كنقول هكا خود، حنا تنعطيوكم السلام اللي هو لابي و لا سالوتاسيون. صراحه البيبليك ديال جديده عجبني، لانه انا ديجا لعبت نيفو انترناسيونال لا فرنسا ولا في لافريك ويست ولا هذا، كتلقى واحد لو بيبليك اللي تيسخنك نورمالمون، تتولي تهبل ما تعرفش شنو تدير. ولكن ملي كتكون لاعب بحال هكا في مدينتك، وانت ولد جديده ومعك ولاد جديده ولي كارتي اللي هما يحداك قراب ليك ولاد الكارتي ديالك، عاوتاني كتكون واحد لينيرجي اخرى، واحد لينيرجي سبيسيال، واحد الجو اخر عاوتاني سبيسيال كما شفتو قبيله. صراحه الجمهور ديال جديده ولا ديال المغرب ولا الجمهور الانترناسيونال تيحترموني فين ما مشيت، صراحه تنبغيهم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.